متابعي قناة بسطار، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. أرانيا بن عيشوش وبعد خطبتها من نجم الخضر بغداد بونجاه ها هي تعود في أحدث إطلالة لها. فيصل مينيون وفي إطلالة كلاسيكية أنيقة يؤكد لمتابعيه بأنه سيعود للساحة الفنية بأغنية كليب عاطفية. الصحفية الجزائرية الجميلة لمي الزبيري ترزق بمولودها الأول. الفنانة الجزائرية منال حدلي وفي كل مرة تمتع متابعيها بإطلالات متنوعة، حيث اختارت هذه المرة فستان حريري أنيق باللون الأسود، وهذه المرة اختارت حذاء ذو كعب طويل باللون الأحمر. اثنان وعشرون نوفمبر هو يوم عيد ميلاد زهير بهاوي، حيث ذكر متابعيه بيوم عيد ميلاده بهذه الصورة. النجم المصري محمد رمضان بعدما كان رفقة كل من الفنان الإسرائيلي أمير آدم والإعلامي حمد مزروعي في دبي، واعتبرت هذه الصورة كتطبيع إسرائيلي برعاية الإمارات. وكان أول رد النجم المصري محمد رمضان بعد تداول صورته مع فنان الصهيوني، حيث قال: ما فيش مجال أسأل كل واحد عن هويته وجنسيته ودينه ولونه. ومني أحلى سلام لكم لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناة بيست ستارز.